أصحابي الجميلين، يسعد مساكم. في فيلم لريزيدنت إيفل نزل من 21 سنة بالألفين، اسمه ريزيدنت إيفل 4D The Executor، المنفذ. هذا فيلم نزل بس في اليابان وانعرض كأنه في بعض دور السينما وفي بعض مدن الملاهي، يعني زي ما قلت لكم لأنه مدته تقريبا 3 ساعة. فأنا وقع بين إيدي هذا الفيلم عن طريقكم، باي ذا واي في كتير منكم بعتوا لي عن هذا الفيلم إنه حسام في إشي على اليوتيوب له علاقة بريزيدنت إيفل، الفيلم مش عارف إيش شوفه. هلأ النسخ اللي بعتوا لي إياها كانت نسخ بالمرة مش واضحة، فأنا بحبشت بزيادة ودورت بزيادة، لقيت نسخة كتير واضحة، أو بالأحرى خلينا نقول هي أوضح نسخة، وترجمتها. نعم ترجمتها للعربي عشان نشوفها ونحضرها مع بعض وننبسط فيها مع بعض يا أحلى جيكس. yeah. فأنا إيش اللي رح أعمل حاليا؟ رح نشغل هذا الفيلم أبو 3 ساعة، وأنا مش رح أعلق، يعني ما رح أطلع صوتي، يعني تقريبا رح أخلي المايك صامت عشان إيش صوتي ما يجي على صوت الفيلم، تحضروه أنتوا بمزاج وتنبسطوا فيه وما يكون صوتي هيك عامل شوشرة بالفيلم. عرفتوا كيف؟ لأنه أصلا أصواتهم الشخصيات واطية، صوت الإفكتس عالي، يعني صوت مؤثرات الفيلم عالية بس صوت الشخصيات واطي. هذا الفيلم زي ما قلت لكم نزل بالألفين، يعني بنفس السنة اللي نزلت فيها لعبة Resident Evil Code Veronica، بس ما له علاقة بالسلسلة، هو كأنه كان إشي دعائي للفت النظر، إشي مثل هيك. Let's go. ID カードの反応を捉えた以上、確認する必要がある。それが我々の任務だ。ここなら食い物にはことかかん。隠れるには絶好の場所だな。もしかするとドクターを食っちまったゾンビが ID をぶら下げているのかもな。どっちにしろ、そろそろご対面と行きたいところだ。各自散開して捜索に当たれ。臭いな、何の匂いだ。
反応が移動してるぞ。ドクターはまだ近くにいる。待て、中はこのありさまだ。外へ回って車でならすぐ追いつく。ノーマン、エド、車に戻れ。あんな化け物がいるなんて俺たちは一言も聞いてなかったから。やめろ、私には関係ない。本社の偉いさんだか知らんが、口の聞き方に気をつけろ。こっちは部下を殺されて気が立ってるんだな。エド、死んだロベルトの代わりに後方機銃を担当しろ。
な光景のど真ん中に一体何があるってんだよ。ここが最も反応値の高いポイントだ。多分地下にいる。エド、お前は残って脱出路を確保しろ。了解。かくれんぼもこれで終わりですね。鬼が3人も迎えに行くんだ。必ず連れて帰るさ。ちょっと待て。反応が停滞してる。この先じゃない。ここに入り口を作れるか。どうするつもりだ。これで手がかりはなくなったぞ。構わん。任務は終了だ。直ちに撤収する。撤収？任務は終了とはどういう意味だ。このデータさえ回収できれば十分だ。研究中の新型ウイルスに感染したキャメロンが自らに施した遺伝子治療は自己復元プログラムの成果だよ。なんだと？どうやら治療自体は失敗に終わったようだが、醜く変化していく姿を見られたくなかったから彼女は我々から逃げ回っていたんだ。ドクターは用済みということか。まだわからないらしいな。倉庫でミンチになったあの化け物がドクターキャメロンの慣れの果てだったんだよ。よくも間抜けな役回りをあてがってくれたな。胸クソが悪いぜ。エド、引き上げるぞ。上に異常はないか。
かむなよ、デード。小動物を介した二次感染だ。キャメロンの遺伝子と融合した新型ウイルスは感染者の体内で自己復元を行ったのだ。自己復元？どういうことだ？そう、ウイルスと共にドクターは永遠に生き続けるということさ。あの倉庫でバラバラにされた後も、私はずっとあなたたちを見張っていたのよ。思った通り、私の研究に釣られて捜索隊が派遣されてきた。私にとっては新鮮な実験材料。私は人間に戻る研究を続ける。そのためには何度でも生き返る。アンブレラに、このデータを渡さない。خلص. Damn. What? What the falafel? Listen. What? شو فيروس كاميرون هذا؟ أمبريلا. لن أسلمك بياناتي يا أمبريلا. What? هلا واضح هذا الفيلم ما له علاقة بالسلسلة، ما مبنى عليه أي إشي بالسلسلة. واضح انه هذا الفيلم بوضح لنا احدى مهمات اليو بي سي اس لفرقة نيكولاي وكارلوس. هدول جماعة تانيين راحوا يعملوا مهمة تانية، ياخدوا بيانات كاميرون اللي وصلت لفيروس كاميرون. بس طبعا هادي عاملة زي ويليام بيركن، مش ويليام بيركن ما بده يعطي بياناته لحدا، بس قتلوه. اللهم هادي ما قتلوها، ما قدروا يقتلوها، هادي عاشت وظلت عايشة. And she's not gonna die. ما رح تموت. What؟ على فكرة رهيب. انتو متخيلين هذا فيلم عمره 21 سنة؟ هذا فيلم بال2000 وعنيف. انا منظر قصة الفار والاغراب، وهذا بالاخر لما خزقت وجهه والصرص. على فكرة الصراصير هي البطل الوحيد في السلسلة. يخرب بيت السلسلة، فيها شو فيها صراصير مقرفة. بس شفت الصراصير تذكرت مارغريت، وبعدها تذكرت بنات ديمتريسك، وبعدين تذكرت ديمتريسك نفسها. دام بس رهيب للأمانة، حلو. شكله أقوى وحش في السلسلة كاميرون، بتموتش قال. قال كنت براقبك. الفيروس أو هي راحت للكلب اللي كان موجود وكانت تراقب، والصرصور كيف عدى الغراب وكيف حط لسانه أو الإشي اللي هذي أخ ديم. اخر مشهد خرافي، انا حبيته صراحة. انتو حبيتوه؟ رهيب، عجبكم؟